أين القدس في الإعلام العربي؟ هذا السؤال طرح أمس في ندوة جمعت الإعلاميين العربيين جورج قرداحي ومحمود سعد، اللذان اتفقا على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية والدور الأردني في حمايتها ودعم صمود أبناء القدس. اكتشفنا في الندوة أننا متفقون على كل شيء، تقصير على مستوى الدول والإعلام الرسمي والإعلام الخاص والإعلام الإلكتروني وكل أنواع الإعلام العربي بما فيه السوشيال ميديا المشغول في الإشاعات واغتيال الشخصيات والذم والقدح وكل شيء إلا القدس. وفي مسألة تناول القدس التي لم تصبح أولوية وغابت بقوة عن منشطات الصفحة الأولى حتى في تلك الإلكترونية. أهلا بكم. حياكم الله. لا أقول إننا في المدينة الفاضلة، ولكن نقارن أنفسنا بمحيطنا. هكذا رد وزير الداخلية على ملاحظات مستثمرين أردنيين وأجانب خلال لقاء في غرفة صناعة عمان. أضاف وزير الداخلية: ارتفاع البطالة له بعد أمني، لذلك يأتي الاهتمام بالصناعة لأنها تولد فرص عمل. ونوه إلى أن التأشيرة الإلكترونية متاحة وتصل لخمس سنوات، إضافة لتسهيل إقامات للمستثمرين. وهناك العديد من الخدمات الإلكترونية التي لا يعرفها الناس حتى الآن. حياكم الله. في نيران صديقة لهذا المساء، مجلس الوزراء يقر نظام مجلس الأمن الغذائي، منع بيع الخبز في الدكاكين والسوبر ماركت. وأبرز ما تداولته السوشيال ميديا محليا، لافتة في إحدى مديريات العمل أثارت إعجاب الأردنيين. مع نهاية شهر يوليو تموز وموجة الحر التي رافقت، أكدت دائرة الأرصاد الجوية أن الدراسات المناخية تشير لأن شهر تموز كان الثالث من حيث الأعلى في معدل درجات الحرارة خلال 100 عام بعد عامي 2000 و2017. نظرا لتأثر دول العالم ومنها الأردن بأزمات الغذاء الدولية والتغير المناخي، أقر مجلس الوزراء نظام مجلس الأمن الغذائي الذي ينشأ في وزارة الزراعة وبرئاسة وزير الزراعة. أما مجلس النواب فقد أقر مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وأقر مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023 بعد إقرارها من لجنته القانونية مع إجراء تعديلات. هيئة تنظيم قطاع النقل البري تعمم بعدم السماح بمرور أي مركبة شحن أجنبية متجهة إلى المملكة العربية السعودية عبر الأردن ترانزيت، وتقل سنة صنعها عن عام 2004. وزارة الصناعة والتجارة والتموين تمنع بيع الخبز في الدكاكين والسوبر ماركت، وذلك لحماية صاحب المخبز الحجري الصغير. وقالت إن الحكومة خصصت 277 مليون دينار أردني لدعم القمح والخبز، ولن يكون هناك ارتفاع على أسعاره. مجلس نقابة الصيادلة قرر منع الصيدليات من عقد أي اتفاقية مع أي جهة تروج أنا بموضوع منع ثلاث أخبار وراء بعض فيها منع تروج لصرف وتوصيل الدواء من دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس النقابة، وذلك للحفاظ على سلامة الدواء ومأمونيته وللحفاظ على الوسيلة المعتمدة لنقل الدواء. الجمعية الأردنية للبحث العلمي إن شاء الله ما تمنع شيء. الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع تعلن عن إنتاج فيلم عن الفتراء بتقنية 3D لزيارتها افتراضية، ليصبح بمقدور أي شخص في أي مكان بالعالم قريبا زيارة البتراء افتراضيا والتجول في جميع مرافقها وكأنه يزور البتراء على الواقع. والصحيح أن موضوع البتراء على مدى الأيام القليلة الماضية بعد ما تم تكريم الإعلامية العربية منى الشاذلي، وهي إعلامية محترمة، يعني برامجها محترمة، هي محترمة بكل المعايير، بس لأنه إحنا فاضيين على السوشيال ميديا وما عندناش أي سبب إنه نعلق إلا لأنه ما بنعرفش. لماذا تكرمون؟ لماذا تفعلون؟ ماذا فعلت للأردن؟ لماذا لا تكرمون الأردن؟ طبعا الأردني يكرموا في كل مكان،
احنا كرمنا في ملتقى الاعلام العربي في الكويت مرارا، زميلتنا منتهى الرماحي مرارا، زملائنا من التلفزيون الاردني مرارا، في القاهره نكرم، في كل مكان. لماذا لا تكرمون رجال الدين؟ رجال الدين يكرموا دائما، ولكن مش مهرجان جرش اكيد. هذه وطبعا اضافه للاساءات والمسبات والشتائم، انا مش قادر افهم ليش. هذه مذيعه زي اي مذيعه من زميلاتنا واخواتنا، بس لانه احنا مش قادرين نقتنع انه سلاح في ايدي الناس. يعني للاسف السوشيال ميديا صعب. انا على سيره البتراء، منى الشاذلي زارت البتراء وكانت قد يعني اعدت فيلما عن جرش، ما يقارب من 40 ل 45 مليون مشاهد يتابع منى الشاذلي في برنامج معكم منى الشاذلي. هذه مش دعايه لها، ولكن تابعوا ماذا فعلت للبتراء، ملايين بيشوفوها، اكثر من كل حملاتنا الاعلانيه والتسويقيه. هذا رد على كل الناس او على بعض الناس اللي بيعرفوش يستخدموا السوشيال ميديا الا ليبخوا بعض العقد. مديرية الامن العام اعلنت ان عدد حالات الوفاة الناجمة عن حوادث السير في الاردن بلغت 338 حالة منذ بداية العام الحالي 2023. والى ابرز ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الاسبوع. أخي المواطن، أختي المواطنة، مدة إنجاز المعاملة 10 دقائق بعد تسليمها للموظف، في حالة التأخير يرجى مراجعة المدير. هذه اللافتة في مديرية عمل عمان الثانية أثارت إعجاب الأردنيين وتفاعلوا معها على السوشيال ميديا بشكل كبير. رائد تفاعل وتفاءل وكتب: تفاءلوا بالخير تجدوه، ممكن تكون خطوة على الطريق الصحيح. محمد لم يستغرب الأمر، كتب: مع الاحترام هذا واجبهم. أكيد هذا واجبهم، لكن حالة خاصة الصحيح أنه نشوف هيك يافطة أو لافتة. سامي علق: يا ريت يطبقوها باقي الدوائر وما نلاقي أي تعقيدات، يا ريت يا سامي. كميلة علقت: لازم تعمم هذه اللافتة في كل مكان، وهذا كلام صحيح تماما. فاصل ونواصل، حياكم الله. كيف تكون الثقافة في زمن أضحى التسطيح والتجهيل والابتذال سماته الرئيسية؟ كيف نطالب بالثقافة كأولوية؟ فيما رغيف الخبز وإيجار البيت والقروض وفوائدها تقتل المتبقي من وجدان الناس. هل القارئ هو القارئ؟ وهل انحدرت الذائقة فعلاً؟ أين زمن الفن الجميل؟ وزمن الضحكة الرائقة؟ وأيام العباقرة والعتاعيت؟ على مستوى نظري أيام ما كان لي نظر. ماذا عن الثقافة في مصر؟ نجيب محفوظ والريحاني والعقاد والإسواني ويوسف شاهين وعادل حليم والست والخال وحيد حامد ونجم وطه حسين وشلال العباقرة. هل تغيرت الصورة؟ هل تبدلت النفوس والأذواق؟ هل نضب الينبوع؟ وزيرة الثقافة المصرية والفنانة التي تربعت على عرش الثقافة في مصر نيفين الكيلاني في مواجهة نيران صديقة مع الدكتور هاني البدري. أهلا بكم معالي الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية. مساء الورد. مساء النور. منور عمان كلها. منورة بأهلها. ليش الأردنيين لما يحكوا مع حد مصري بصير يحكوا مصري؟ والله يعني ده يدل على حبهم لمصر. بيدل على شيء ثاني، هذا مدخل الى الحوار، بيدل على انه العالم العربي تربى على الدراما المصريه وتربى على الثقافه المصريه والروايه المصريه، فضل عشق اللهجه جزء منه، هذا ما بيحدثش باي دوله عربيه اخرى. هذا صحيح. وعايزه اقول كمان يعني ان اللهجه المصريه ليست بغريبه على الدول العربيه كلها، ولهذا السبب فضل للسينما والدراما والاغنيه العربيه، لان طبعا يعني التراث الثقافي والفني المصري عريق وممتد في طبعًا الوطن العربي. طبعا بجوز دكتور لأنه مصر أتيحت لها فرصة، هاي نعمة من الله أنه هذا الحجم من المبدعين مع إيمان راسخ بفكرة لم تتبلور في أي مكان إلا في مصر، وهي موضوع القوى الناعمة. حتى الآن ما حدا بالعالم العربي لليوم مدرك ما هو معنى القوى الناعمة.
انتوا الوحيدين اللي بتحكوها به وكأنكم انتوا نحتوها من اللغة. هو مصطلح القوة الناعمة الحقيقة يعني مصطلح شديد الخصوصية فيما يتعلق مش بس بالفنون، ولكن يعني أنا أعتقد أنه هو كل ما يتعلق بالتراث اللامادي. نعم، التراث اللامادي بيؤثر في حياتنا الشخصية منذ الولادة. نعم، وعلى مدار الأجيال، متمثل في العادات والتقاليد والتفاصيل الحياة اليومية التي لا تخلو أيضا من الفن والثقافة طول الوقت. نعم، الثقافة في مصر شيء أساسي على مدى التاريخ، يعني الأولوية في بعض الدول العربية وللأسف من الأردن لحد يعني من أكم من سنة بس كانت وزارة الثقافة، وزير الثقافة يعطى جوائز طردية، بمعنى أنه ومش بالأردن بس في كثير من الدول أنه آخر واحد بالتشكيل وزير الشباب ووزير الثقافة، هذول بيعبوا كوتا معينة، بيعبوا جغرافيا معينة. في مصر لا، هذا ساعد أنه دائما وزير الثقافة كان قرار يعني وزارة سيادية بمصر، وزارة الثقافة زي وزارة الخارجية يعني والدفاع. القيادة السياسية في مصر نعم. الآن تدرك جيدا أهمية الثقافة في بناء الوعي، وعندما نتحدث عن بناء الوعي فنحن نتحدث عن الأجيال الجديدة الواعدة من الأطفال والشباب، ويمكن من هذا الباب دخلت وزارة الثقافة في العمل ووضع استراتيجية تعتمد على تنمية الوعي الثقافي للأطفال نعم. وللشباب عن طريق التعاون مع وزارة التربية والتعليم نعم. ووزارة التعليم العالي فيما يخص الشباب من سن 18 إلى سن 22. وأنا الحقيقة سعيدة جدا لأن كان هناك اتفاق في هذه الرؤى منذ اللقاء الأول مع معالي الوزيرة هيفاء النجار. نعم. هي مدركة تماما لأهمية العمل مع الأطفال، وطبعا يعني لديها خبرة كبيرة جدا بحكم خلفيتها في طبعاً. التربية والتعليم. حلت علينا الأردن ضيفا عزيزا كضيف شرف في مهرجان القاهرة الدولي للكتاب في يناير الماضي، وكانت من أنجح الدورات على مدار نعم. تاريخ المعرض. كان جناح الأردن جناح مهم جدا مليء بالفعاليات الثقافية والفنية، من ندوات وأمسيات حوارية وعروض فنية ومعارض نعم. للفن التشكيلي والحرف التراثية. وهناك توافق كبير الآن بين وزارة الثقافة المصرية ووزارة الثقافة نعم. الأردنية، ولدينا الكثير من الخطط المشتركة التي سنعمل عليها نعم. إن شاء الله. لحسن الحظ أنه يعني تغيرت الصورة بالأردن، وصار وزارة الثقافة أيضا وزارة مهمة، وزارة تكاد تكون أيضا وزارة سيادية، وبالذات في موضوع السيد هيفاء النجار، لأنه أنا بديش أمدحها، لكن هيفاء النجار عملت تحول بالشكل، أنه هي جامعة بين التربية والتعليم، هي عاشقة للدراما، بتحضر السينما كتير، بتحضر الدراما كتير. هذا كله الخليط هو اللي صنع وزير الثقافة بالأردن مختلف إلى حد كبير، حتى أنه هي صاحبة فكرة مصر ضيف الشرف في مهرجان جلال. والله يعني أنا أولا بشكرها على استضافة مصر واختيارها كضيف شرف في مهرجان جرش. مهرجان جرش من المهرجانات، يعني هو ليس مهرجان محلي، نعم. مهرجان ذو سمعة عالمية طبعا، موقعه الفريد والمخزون التراثي في هذه المدينة كبير جدا جدا، نعم. ونحن يعني نتحدث هنا عن دور المهرجانات الثقافية والفنية في التنمية السياحية، وطبعا يعني هناك ترابط كبير جدا بين الثقافة والفن والتنمية الاقتصادية بمفهومها الواسع، نعم. سواء كان سياحة أو صناعة ثقافية تنموية أو حتى مشروعات على مستوى العمل الأهلي للجمعيات. ويعني أنا أتيحت لي الفرصة الحقيقة أن أنا أشوف ده موجود هنا في الأردن، ويعني أنا سعيدة بهذه التجربة كثيرا. الحمد لله. أنت ثاني وزيرة ثقافة امرأة في مصر. تمام. من الخمسينات. تمام. بجوز هذه غريبة برضو، لأنه المرأة المصرية اليوم يعني على مدى 60 سنة الماضية كانت حققت ما حققت إلا في الثقافة، أجت السيدة إيناس وحضرتك. لكن موضوع دخولك الوزارة فاجأك أنت شخصيا؟ لا، هو ليس بمفاجأة، يمكن المفاجأة في تولي الحقيبة الوزارية، ولكن يعني أنا بعتبر نفسي ابنة الوزارة لأني خريجة. لا بقصد الحقيبة، أنا بقصدش الحقيبة، يعني هو يعني أنا بعتبرها مفاجأة لأسباب كثيرة جدا. يعني لما بيكون في حد بيشتغل
بيشتغل عشان يحقق ملفات وأهداف عنده في الشغل، ولكن لا يعني مش بيشتغل علشان يتولى منصب. طبعا مش الهدف بيكون المنصب، لا المنصب بيجي في سياق الهدف يعني. بالضبط كده، يعني انا بعتبر ان هذا المنصب تكليف طبعا، وتكليف كبير ويحملني المسؤوليه طبعا. مسؤوليه كبيره يعني، ولكن يعني انا عملت في وزاره الثقافه منذ تخرجي، لان انا خريجه اكاديميه الفنون. معروف طبعا هو يعني صحيح معليك يعني دكتوره، اذا انت فوجئتي حتى بالتعبير المصري ايراد، فكثيرون من المتصيدين فوجئوا 100 ايراد. هذا صحيح، فوجئوا لدرجه، والسبب معروف، السبب انه حتى لمن يتصيد لك مباشره حتى بالجوجل، اذا بتشوفي بتعملي سيرش بتشوفي انه راقصه اصبحت، تعرف راقصه بين قوسين كيف تستخدم لدى المتصيد، هي راقصه بالي ودارسه اكاديميه ودكتوره في هذا الفن يعني، وعملت في الحقل الثقافي في طبعًا مناصب عديده يعني، في المهرجانات، ودراسه رقص الباليه ليست عيبا طبعا، وهو معهد مهم جدا في اكاديميه الفنون، ولدينا فرقه محترفه لرقص الباليه في دار الاوبرا تحظى بمكانه عالميه ولها تاريخ طويل منذ الستينيات طبعًا. ويعني انا لا التفت الى هذه، لكن كان المتصيدين كثر وما زالوا موجودين وسيظلوا موجودين الحقيقه، بس انا يعني الحقيقه طبعًا يعني ما عنديش وقت التفت طبعا كثيرا لهذه المحاضرات. هو لسه في مشكله لحد الان، لحد اليوم بعد 100 سنه سينما، 112 او 13 سنه سينما في مصر، بجوز ثاني دوله في العالم بعد مصر وايطاليا او ثالث دوله في السينما، ما زالت صوره من يعمل في السينما، صوره الممثل، صوره الراقص، صوره ما زالت مشوهه في المجتمع المصري والمجتمعات العربية حتى يعني في المجتمع المصري لم تعد موجودة بالكثرة اللي كانت موجودة فيها في سنوات سابقة. نعم. ويمكن هذا يعود إلى المكانة اللي أخذتها الفنون في الفترة. نعم. الأخيرة الحقيقة. نعم. هل بتشوفي عودة لموضوع القوى الناعمة؟ احنا رايحين بعض التقارير رح نلعبها والبعض البوكس بابتين من عمان حول مفهوم الناس للفكرة القوى الناعمة اللي كنا بنحكيها. إلى أي مدى استطعتم أنتم وطول الوقت من أصدقائنا الفنانين، أصدقائنا المثقفين، هم بيستخدموا هذا التعبير في أكثر الظروف صعوبة في مصر، أنه اليوم مطلوب أيام الثورة، أيام التطرف، قديش القوى الناعمة في أو هذا الفهم قدرتوا من خلال تعميمه لدى الناس أنهم تخففوا التوتر، تخففوا التطرف، تخففوا رفض الآخر، تخففوا اللي بدكم إياه. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة يعني أجل. لعبة القوى الناعمة دورا كبيرا في التحولات الاجتماعية. نعم. والسياسية والثقافية في حياة الشعوب بإرادتهم أو بغير إرادتهم. إحنا شفنا في مثلا ثورة 19. نعم. في مصر ظهرت مجموعة كبيرة من الأغاني الوطنية لفنان الشعب سيد درويش، وكان بيغنيها العامة، العمال طبعا، البنائين، عامة الشعب في الشوارع، وكانت يعني بعض مقاطع أغاني شعارات من ضمن الشعارات الوطنية التي أطلقت طبعًا في ثورة 19. فنحن لا نستطيع أن نتجاهل أو ننكر دور القوى الناعمة منذ قديم الأزل، يعني هو مصطلح ليس بجديد. لا زمان كان في تنوير، احنا بنحكي عن اليوم. اليوم لها لا 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 لها دور، لها وبدأ يعود دورها بقوة. يعني تعرف مصر شهدت خلال السنوات الماضية حالة تطرف، حالة رفض آخر، انت تختلف معه بالرأي بشطبك يعني، ببطل حتى يعني قابل. الحمد لله ان المجتمع المصري بيلفظ هذه الممارسات تلقائيا، لانه هي ليست نابعة منه، هي طبعا وافدة اليه. وطبعا يعني الرفض كان رفض على المستوى الشعبي الحقيقة، حتى يعني حتى الأردن يعني التجربتين في مصر والأردن مش بموضوع التعددية، إنه تعددية الأركان المجتمع إلى حد كبير رفضت يعني، حتى بتعرفي موضوع مصر بتشكيلتها من الأقباط والمسلمين بهذا الشكل العظيم، الأردن بكل هالتركيبة من الدايفرسيتي بقصد، ممكن ناس يرسخوها بفكرهم بهذه القوى الناعمة. هي لم تترسخ في مصر ولن تترسخ. ليه؟ هقول لحضرتك حاجة، احنا طول عمرنا في مصر احنا بيبقى جنبنا جيران وما بنعرفش طبعًا مين مسلم ومين مسيحي طبعًا، وفي رمضان عندنا عادات وتقاليد في الأعياد. نعم. وفي رمضان الهدايا المتبادلة والأكل الأطباق الرمضانية مثلا المتبادلة والحلوى بتاعت الأعياد
الموائد الغذاء مثلا في العيد طبعا. الكبير، يعني كل هذه الممارسات من عادات وتقاليد مرتبطة بالمناسبات الدينية هي أصبحت ضمن النسيج الوطني لمصر، محدش يشوفها وليست مرتبطة ب فصيل معين طبعا. ذو مثلا إلى من ديانة. إلى أن أتى ناس نخروا في هذا فشلوا فشلوا ويعني أكيد لا فشلوا. لا مصر طبعا طبعا إن شاء الله يكون فشل، يعني مصر غير قابلة لهذا هذا التغيير خالص، ويعني ده التاريخ بيقول كده. نتحدث عن الثقافة في مصر ونتحدث عن تجربة الثقافة في مصر في قرن من الزمان، الصورة التي تربى عليها ملايين العرب عبر مصر وفي مصر ومن خلال الثقافة المصرية قصة تحكى في هذا التقرير. لا تكاد تحاور مصريا إلا ويتحول لسانك إلى اللهجة المصرية أوتوماتيكيا هكذا، وكأن رغبة دفينة ورصيدا زاخرا باللهجة المحببة تتدفق عن دون قصد. نسأل أنفسنا لماذا؟ لنتذكر أننا مسكونون بخطاب الشيخ متولي الشعراوي باعتداله وبعلم الدكتور مصطفى محمود. فإذا أشرقت الشمس صباحا أطفأ الكل نوره، إذا جاءك نورا من الله اطفئ أنوارك كلها. مسكونون بحوارات الدراما، ليالي الحلمية والشهد والدموع، أرابيسك والمال والبنون، أسرى لحكاية رأفة الهجان، تحركنا نكتة لعادل وقفشة لسعيد صالح أو سمير، عبارات محفورة فينا. يعني هو مين؟ رجل سفير يا راجل. من منا لم يقرأ لنجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس؟ من لم يستمع لحليم أنا كل ما أقول التوبة بروح الأبنودي؟ أنا كل ما أقول التوبة أو يكرر سماع فات الميعاد مئات المرات. المحصلة أننا أمام تجربة فريدة في العالم العربي، فقد اجتمع في نصف قرن أكبر حشد من عباقرة الأدب والنقد والمسرح والدراما والكوميديا في زمان ومكان واحد. مصر كانت ثالث دولة في العالم يدخل فيها فن السينما بعد عام واحد من اختراعه على يد الإخوين لوميير في فرنسا. مثلت السينما المصرية في زمن الجمال الواقعية الإيطالية والإبهار الأمريكي والرومانسية الفرنسية، فأين هذا كله اليوم؟ بعد رحيل هذا الجيل كبرت الفجوة مع الثقافة العالمية رغم محاولات محدودة لا يمكن التقليل من أهميتها. دلوقتي بقى اسمها زمن من فوق ومن تحت مسخ، احنا في زمن المسخ. لم يعد الفن هو الفن، والإبداع أصبح ورشة كتابة، والكوميديا الجديدة استعصت عليها ضحكة الناس الجلية. ارتفع الصوت وغاب الطرب، وأضحت أغنية واحدة تحظى بمئة مليون مشاهدة في ساعات. سكر محل محطوط على كريمة. أبطالنا تغيروا كما تغيرنا، وتسيد المشهد نجوم التيكاوي والضرب والرزع، القصص التي تشبهنا أو نشبهها. تغير المشهد برمته، وبقينا نتحدث اللهجة المصرية كلما حدثنا مصريا. ثقافتك ونشاطك وفعالياتك واللي بتشاركي فيه بعيد حتى عن موضوع الرقص الباليه فقط زي ما حكينا في البداية، لكن لفت انتباهي انه انت بتحكي او كان عندك مشاركة في ملتقى اسمه عن تجديد الخطاب الثقافي العربي. قديش اليوم فعلا احنا محتاجين في مصر وفي العالم العربي، وانا بحكي مصر لانه هي التجربة الكبرى والكل عندنا يعني حاجة لتجديد. هذه المشاركة كانت منذ سنوات كثيرة يعني لا بنقصد الان من العنوان، انا اخذت العنوان انه احنا بحاجة لتجديد خطابنا الثقافي بالضرورة بالضرورة طبعا، وانا كنت بتحدث مع معالي الوزيرة هيفاء النجار في ضرورة العمل على توحيد الخطاب الثقافي العربي، لأن إحنا لدينا نفس التاريخ ونفس التراث ونفس المشاكل الحالية ونفس الهموم المستقبلية،
فنحن بحاجة إلى توحيد الخطاب العربي الثقافي، تجديد الخطاب الإسلامي. كل ما نحكي عن موضوع الخطاب الإسلامي، تجديد الخطاب الإسلامي، بيطلع البعض بيقول لك مش ملاقيين في العالم إلا الخطاب الإسلامي يتجدد. الخطاب يعني الخطاب الإسلامي مش الإسلام، الخطاب الممنهج على، بعرفش وصلك السؤال. أنا عايزة أقول حاجة، إحنا استراتيجية الدولة الجديدة التي نعمل عليها في وزارة الثقافة وهي 2030 فيها الكثير من النقط المهمة، ومن أهمها العمل مع المؤسسات الدينية بشكل عام في مصر، لأن لها دور كبير في التأثير على الشباب وعلى الأطفال وعلى المجتمع، ونحن بحاجة إلى قراءة جديدة وإعادة تقديم لبعض المفاهيم التي تم تشويهها عن عمد. عن عمد؟ عن عمد طبعاً، ولخدمة أغراض سياسية، هي ليست دينية، هي ليست أغراض دينية، هي تم تشويهها واستخدامها لأغراض سياسية. إثارة الزوبعة اللي أثيرت حول تصريحات لك حول الشيخ متولي شعراوي الله يرحمه. أنا لم أصرح بأي شيء عن الشيخ متولي. يعني الزوبعة أنا قصدتش من... هذه زوبعة مفتعلة. أنا لم أصرح بأي شيء الحقيقة. كانت أيضا مفتعلة. طبعا يعني في عدد كبير زعلني. لا مش كبير ولا حاجة، بس يعني دائما سيكون هناك معترضون، ويعني هذا طبيعي جدا، زي بالضبط كده قصة البالي طبعا. وسيكون هناك قصص جديدة يعني. لما نكون نحكي عن تجديد الخطاب الثقافي العربي، بتخافي من التدفق الرهيب اللي داخل علينا من العالم اليوم عبر إنتاجات عالمية؟ أنا دائما بس على نتفليكس كمثل من الأمثلة، بتعرفي هذا التدفق مش محسوب، مش كنترولد يعني. هو ليس خوف، ولكن يعني إشارة حمراء للخطورة، إن إحنا لازم نتعامل معها بوعي، لأن إحنا لن نستطيع منعها طبعا. إحنا في عصر دلوقتي مفتوح، سماء مفتوحة للإعلام، ولن نستطيع منع أي شيء، ولكن علينا المواجهة الفكر بفكر، وهذا الفكر يكون عن طريق الأدوات طبعا. فن، ثقافة، شعر، أدب، فيلم، مسلسل، أغنية، كتاب، فمواجهة الفكر بالفكر، ولكن لن نستطيع عن الوعي منها. يعني انه طبعاً. بالوعي طبعاً. هل اليوم ادواتكم، مش مصر بقصد العالم العربي بس، لان بر اخرى مصر الكبرى، ادواتنا او منتجنا الثقافي والدرامي والتلفزيوني والفني والاعلامي قادر انه يخلق هذا الوعي؟ انا شايفه ان في زخم كبير جدا، وتطور في الادوات وفي الفكر على مستوى الوطن العربي. إذا كنا حنتحدث عن مصر، فإحنا في مصر لدينا مخزون ثقافي تراثي طبعاً. مهم جدا، وعلينا إعادة تقديم التراث بما يتلائم مع الرؤية الحالية للشباب، مع هاي الصورة الإيجابية والرؤية طبعاً. الحالية للشباب طبعاً. تشوفيش إنه في انحدار في الذائقة العامة لدى الناس؟ نقدر نقول إنه اختلاف وليس انحدار. اختلاف طبعا. إحنا يعني شفنا أهالينا منذ أن كنا أطفال في مرحلة الابتدائي في السبعينات وما بعدها، كان الأهل بيحضروا حفلات أم كلثوم ساعة ساعة ونص طبعا. أغنية ممكن تعيد نفس المقطع 3-4 مرات والناس تبقى منسجمة جدا وسعيدة جدا. النهاردة إيقاع العصر لا يسمح بهذا، ولا الشباب ولا حتى الكبار عندهم وقت. يعني الكبار لما بيلجأوا لهذه الفترات من الفترات الزمنية السابقة بما كان يقدم فيها من أعمال فنية زي تراث أم كلثوم أو عبد الحليم أو غيره، فهو عشان الإحساس بأن الذائقة الفنية لديهم هي دي الحاجة اللي بيحبوها. نعم. ومرتبطة بذكريات وفي نوستالجيا طبعا. لفترات معينة هم عاشوها، لكن علينا أن نعيد تقديم التراث بما يتناسب مع الوقت الحالي. طبعا أنا بحكي عن ذائقة الشباب وتحديدا التجربة في مصر، يعني موضوع أنه اختلف حتى المنتج الغنائي، الكلمة تغيرت، بعرفش هل اللي بكتبوا الأغاني بالذات في تجربة المهرجانات يعني الكلمة واللحن والشكل والرؤية الفنية وطريقة يعني كل حاجة، كل العناصر الفنية للعمل الفني اختلفت. إلى أي مدى لعبت وزارات الثقافة في العالم العربي دورا؟ سألنا الناس حول تجربتنا الأردنية، قديش بتشوف أنه وزارات الثقافة لعبت دورا في الأردن؟ كانت هذه هي الإجابة. بتشوف أنه وزارات الثقافة بالأردن لعبت دور؟ لا. ليش؟
أول شيء ملتي في مهرجان جرش. آه شايف علي وتارك الشباب يعني مش كتير. في مواهب كتيرة يعني بحاجة لرعاية. لا لا ما في والله، هي كويسة وفي لها دعم يعني. وزارة الثقافة لم تقدم لأي أديب أو كاتب أو شاعر أو قاص أي دعم. الدراما والفن المصري لكل العرب ليس لمصر فقط، هذا تعبير إلك، لكن كنت بسأل أين الدراما المصرية من كل هاي الأزمات العربية العربية؟ يعني الدراما المصرية موجودة، وإن كان يعني هناك بعض الملاحظات. مقصود دورها دكتورة، مقصود وجودها. هي موجودة ودورها قائم، ولكن في حدود المجتمع المصري، ويمكن يعني هذه الرؤية فرضتها الظروف اللي المجتمع العربي كله مر بها في آخر 10 سنين. يعني أصبحت القضايا خاصة بكل دولة وليست قضايا عامة في الوطن العربي. إلى أي مدى أنت تفضل القهوة عادي، إحنا كثير كاجوال بهذا الموضوع، فيش مشكلة. إلى أي مدى اليوم أنت يعني من فترة بسيطة دخلتي وزارة الثقافة، أكيد الملفات كبيرة، لكن موضوع الاستثمار بالبشر، أنت بتحكي الاستثمار بالبشر هو العنصر الأساسي. يعني قديش اليوم أنت معنيين بمصر فعلا بهذا البعد؟ الثقافة يعني بشر. نعم. والمنتج الثقافي من البشر. وللبشر. وللبشر بالضبط كده. فالاستثمار في البشر هذا يعني يتطلب أولا رؤية فنية وخطة للتنفيذ. نعم. الرؤية الفنية بمعنى أن لما نعمل مشروع ثقافي لازم يكون ليه هدف ورؤية. نعم. يعني العمل الثقافي أصبح مشروع ولم يعد حدث فني ينتهي التأثير بتاعه بمجرد انتهائه، سواء كان بقى حفلة أو أمسية ثقافية أو أوبريت غنائي وهكذا. نعم. لازم يكون لي هدف ولي رؤية تخدم هذا الهدف، وده اللي احنا بنشتغل عليه في وزارة الثقافة الآن. يعني احنا مثلا عندنا جائزة المبدع الصغير. نعم. هذه الجائزة تلقى رعاية من حرم فخامة رئيس الجمهورية. نعم. هذه الجائزة معنية بتنمية الفكر الإبداعي للأطفال، اكتشاف المواهب، ولا تتوقف فقط عند اكتشاف المواهب، ولكن كمان رعايتهم إلى أن يصبحوا فنانين منتجين في المجتمع. الفنان قدوة المجتمع. طبعا. الصورة على الأرض يعني ملموسة على الأرض، بتشوفي أنه هل الفنان يتطلع بهذه المسؤولية بشكل عام بمصر؟ أنت بتعرفي قصة الفنان مصر، دائما إحنا بنحكي بالأردن مضروب بحجر كبير، يعني دائما هو متهم، دائما صوفته حمراء زي ما بنحكي، لأنه الصورة ما زالت. أنا بحكي لك أنا ابن مصر زي ما أنا ابن الأردن، ما زالت الصورة المخملية في المجتمع اللي بيشتغل في عالم الدراما والفن والثقافة، واللي هو ربعنا جماعتنا يعني، شايفين هيك. بس بالمقابل الفنان ما زال عنده مشكلة صورة، ستيريوتايب إيمج. هقول لحضرتك ليه، هو لأنه مسلطة عليه الأضواء طول الوقت. يعني إحنا ممكن نلاقي أي كارير تاني. نعم. أو أي وظيفة أخرى فيها اختلافات كثيرة، فيها الصالح، فيها مثلا حد بيخرج عن القواعد شوية، ولكن تسليط الضوء دائما على الفنانين لأنهم قدوة ولأنهم في متابعة للمجتمع ليهم. فطبعا أولا ده بيشكل عبء نفسي كبير جدا على الفنان، لأنه في الآخر إنسان. نعم. فما فيش إنسان كامل على كافة المستويات. طبعا. لا بس لأنه موضوع قدوة. هو قدوة والأضواء عليه، فدائما هناك نقد، والنقد بيكون للأسف تصيد للأخطاء. فيعني هذا ما يحدث مع زي ما تصيد واخطاء. طبعا. اهتمامك بموضوع الاطفال، انت درستي الاطفال زي الست هيفا. التجربه مشابهه، هي طبعًا بتعشق الاطفال. وكل ما تشوف روايه جديده للاطفال بتاخدها حتى لو درست للاطفال في بدايه حياتي كمعيده في معهد الباليه. نعم. الى ان انتهيت من رساله الدكتوراه بتاعتي في فلسفه الفنون. نعم. انتقلت بعدها لدراسه النقد الفني. المرحله الاولى من حياتي العمليه كانت حوالي 12 سنه تدريس للأطفال في معهد الباليه،
والحقيقة يعني كانت تجربة أفادتني كثيرا طبعا. لأن يعني التدريس للأطفال بيتطلب مهارات عالية جدا طبعا. أهمها الصبر. بس أطفال هذيك الفترة غير أطفال اليوم. مرة تانية على موضوع التدفق بتحكي عن أطفال اليوم، شو اللي بدهم إياه منا؟ يعني ما الذي يمكن أن نقدمه للأطفال اليوم، خصوصا أنه هذا الطفل بصحى 7-8 الصبح مثلا يوم جمعة ولا شيء، بيفتح موبايله على طول. أي طفل مش يوم الجمعة بس على فكرة، يعني بقصد أنه فيش مدرسة. أنا عندي حفيدة سنة ونص بتاخد الموبايل عليه الأغاني المسجلة بتاعتها، بتعرف تفتحه عشان تقعد تتفرج عليها طبعاً. فطبعا دي هذا الطفل غير الطفل اللي كنت تدرسي. طبعا طبعا. بس عايز أقول لحضرتك حاجة، يعني يمكن أنا طبيعة التدريس اللي أنا كنت بدرسه مختلف شوية، أنه ما تغيرش لأنه أداء عملي جوه القاعة بتاعت تدريبات الباليه. فالتدريبات إلى حد كبير روتينية وأكاديمية، فلم تتغير كثيرا ولم تتأثر بالسوشيال ميديا لأنها أداء عملي، يعني زي تشبه إلى حد كبير التدريبات الرياضية. كنت بحكي لك عن موضوع الملفات، خصوصا في موضوع أنه أنت يعني حامل موضوع الاستثمار بالبشر وحامل موضوع الذوق العام. كان مدحت العدل دكتور مدحت الأسبوع الماضي في هذا المكان، وكنا بنحكي عن المواهب في مصر، اكتشاف المواهب. فبيحكي هذا جهد يجب أن يبذل من الجميع طبعاً. لأنه ممكن يكون في عشرات من كلثوم وعشرات لعبد الحليم بس إحنا مش شايفينهم. هذا الملف وين بيروح، خصوصا أنه مصر محتاجة. إحنا لدينا في وزارة الثقافة مجموعة كبيرة من المشروعات التي تعتمد على اكتشاف المواهب وتنميتها وتقديمها للجمهور، يعني لا يتوقف الأمر عند الاكتشاف فقط. كان قبل كده بيتم اكتشاف الموهبة وتاخد جايزة على انها يعني دخلت مسابقة او تم يعني تقدمها للمسابقة وبينتهي عند هذا الحد. النهاردة اصبح في رعاية لهذه الموهبة سواء كانوا اطفال او شباب. عندنا ابدأ حلمك بالسينما. ابدأ حلمك بالسينما هذه مبادرة من وزارة الثقافة مع وزارة التعليم العالي في الجامعات، لأن في كثير جدا من الشباب اللي بيدرسوا في الجامعات ولكن لديهم هواية العمل السينمائي. العمل السينمائي هنا ليس تمثيل فقط، ممكن تلاقي طالب في كلية الأداب موهوب في كتابة السيناريو أو كتابة القصة أو لديه شغف بالمونتاج كحرفة، هو عنده ميل لاستخدام التكنولوجي فهو حابب يتعلم المونتاج في السينما بيتعمل إزاي. فهي كانت دورات فنية في تخصصات السينما المختلفة. الطالب بعد ما بيخلص هذه الدورة بيشتركوا مع بعض في صنع فيلم بتموله وزارة الثقافة وترعاه في المركز القومي للسينما أو صندوق التنمية الثقافية، ويقدروا بهذا الفيلم أنهم يدخلوا مسابقة محلية أو دولية ويبدأوا العمل بيها. نفس الحكاية في المسرح، عندنا برضو مبادرة شبيهة تماما ولكن في مجال المسرح. عندنا في مركز الإبداع ده بقى له أكتر من 20 سنة الحقيقة، وبيقوم بتجربة ناجحة جدا إنه هو بيختار الموهوبين في مجال المسرح التمثيل والسيناريو والإخراج، وبياخدوا دورات تدريبية طويلة المدى قليلا، يعني تستمر حوالي 2 سنين، وبعد كده بيتم دعوة المنتجين لاختيار فنانين يشاركوا في الأعمال الفنية اللي بيقدموها، وجيل يعني مجموعة كبيرة من الجيل الجديد خريجين مركز الإبداع في صندوق التنمية الثقافية. دكتورة لما كنا ننزل على القاهرة كان الواحد يحتار أي مسرحية يحضر من كتر ما كان في كل مكان مسرح، يعني من القطاع العام مسرح تجاري مسرح كوميدي. اليوم بعرفش في نضوب في الكتابة، في نضوب بالإنتاج، الموضوع بطل يوفي يعني ماني وايز يعني يعني الموضوع ده بيطرح كثيرا الآن طبعا. على المستوى الرسمي مسارح الدولة قائمة، ولكن دائما الناس بتبحث عن مسرح النجم طبعا. يعني احنا كنا بنشوف في فترات سابقة مثلا الفنان عادل امام كان بيعمل مسرحية تقعد بال 12 او 15 سنة في مسرح بتعارف. معروف في الهرم، في مسرح معروف طبعاً. في مكان معروف طبعاً. والعرض معروف مواعيده لا تتغير طبعاً. وبيعمل جولات في بعض المحافظات، بيعمل جولات في الدول العربية. اختلف الان الانتاج المسرحي لاسباب كثيرة جدا بقى طبعا، يعني ده ملف محتاج حلقة لوحده، ولكن باختصار
الشغل في المسرح بيحتاج جهد كبير جدا وتفرغ ووقت طويل وتمويل ضخم. وفي مشكلة بالكتاب وهذا غير متوفر الآن. لا الحقيقة يعني أنا بلاقي كتير جدا من الكتاب وخصوصا الكتاب الشبان بيتقدموا بأعمال مكتوبة إلى مسرح الدولة لأن ما فيش منفذ إلى المسارح التجارية. ما فيش مسارح تجارية دلوقتي. أغلب الفنانين بيلجأوا إلى المنصات. وجود المنصات طغى على المسرح وعلى السينما كمان يعني. بس الموضوع ليش بحكي عن قلة يعني انه صار عدد الكتاب اقل بكتير من زمان انه طلعت موضة جديدة اسمها ورش الكتابة. فبدل ما واحد يكتب يجيبوا 5-6 اللي هم بتساعدوا يعملوا عمل. هذا الحق يعني على رأي مدحت العدل بيقول انه بعض اللي بيشتغلوا بالورش محتاجين ورش. طبعا طبعا هو عنده حق تماما يعني. انا اتفق معه في الرأي تماما. ويمكن ده راجع الى السرعة التي يتم بها انتاج الاعمال الفنية على المنصات. نعم. فهو اصبح باب رزق وليس بابا لتقديم الابداع الفني طبعاً. الجاد الحقيقة. نعم. لان الابداع الفني بيحتاج وقت. ايش رأيك عموم الناس دكتورة؟ انت عندك مشروع السينما الشعبية أو سينما سينما الشعب سينما اللي هو يعني بتخلي كل الناس يكون اكسبوز لأكتر لل طبعاً طبعاً. أنا مؤمنة تماما بدور السينما في التغيير. وإحنا شفنا ده وشفنا يعني قد إيه السينما في فترة من الفترات الموضوعات اللي كانت بتقدمها الأفلام ساهمت في تغيير أشياء كثيرة جدا في المجتمع. إحنا عندنا فيلم أريد حلا بتاع الفنانة فاتن حمامة غير بعض مواد قانون الأحوال الشخصية. طبعا. إحنا كنا بنشوف الناس بتتعلم من الفنانين لأن نرجع للفنان قدوة اللي حضرتك طبعا. قلتها ما كناش بنشوف في الأفلام القديمة حتى لما بتحصل خناقة ما بنشوفش ألفاظ خارجة ما بنشوفش تصرفات مش لطيفة. نعم. حتى لو كان نفس المعنى ولكن بيتم تصديره إلى المتفرج بصورة لا تخدش حياة المتفرج وخصوصا لو إن أسرة هي اللي بتتفرج. دور السينما مهم جدا. نعم. وإحنا يعني في فترة من الفترات حصل عندنا أزمة في عدد دور السينما في مصر. نعم. وكان في مشروع سينما الشعب. مشروع سينما الشعب بيعتمد على توفير الخدمة خدمة الثقافة السينمائية للمحافظات. احنا عندنا في مصر 28 محافظة منتشر فيها قصور الثقافة. قصر الثقافة في المحافظة معني بتقديم الخدمة الثقافية المجانية أو المدعومة. بمعنى أن إحنا لما أدخلنا النشاط السينمائي في هذه القصور أدخلناه علشان يكون في خدمة للثقافة السينمائية في المحافظات بسعر رمزي. نعم. على الأقل تغطي جزء من تكاليفها. فهذا نعم. نوع من الاستثمار إلى جانب توفير خدمة الثقافة السينمائية في المحافظات. لأن كان في فترة من الفترات محافظات أجيال خرجت منها ما شافتش السينما. طبعاً. وطبعا وجود المنصات ووجود الأقمار الصناعية والمحطات الفضائية لا يغني عن ثقافة الذهاب إلى السينما. ويعني أنا أعتقد أن هذه الثقافة يفتقدها جيل كامل في بعض المحافظات لدينا. فكان الفكرة من إعادة إحياء فكرة السينما بسعر رمزي. أيضا سألنا الناس هل لدينا أزمة ثقافة في الأردن؟ فعلا هل لدينا أزمة ثقافة؟ هذه هي الإجابة من شوارع عمان. عندنا أزمة ثقافة بالأردن؟ أكيد على مستوى الشعبي والمجتمعي طبعا أكيد في أزمة ثقافة. هلا مفروض دور وزارة الثقافة يكون أكثر من موضوع إنه المهرجانات إلى آخره. لا ما أعتقد. إحنا شعب مثقف وشعب واعي وشعب مدرك. نوعا ما في أزمة ثقافة. نعم. نعم في أزمة. عندنا أزمة ثقافة بالأردن؟ كبيرة. لانه القنوات اللي بيتفرجوا عليها الشعب مش قنوات توعويه اغلبها. اكيد يعني اليوم هذا الجهاز بطل حدا يعرف فيه. انا ببعثوا لي جامعيين وكله اغلاط املائيه واغلاط قواعديه. للدراما دكتوره أنا مع قصة إنه الدولة المصرية لها حق في إبراز وجهة نظرها.
الاختيار كان المسلسل اللي بأجزاء العديدة، وكان وجهة نظر الدولة المصرية فيما جرى. بتعتقد إنه اليوم الدراما قادرة على تغيير قناعات ناس بعضهم مغسول دماغهم بعضهم؟ مسلسل الاختيار في نظري أنا ما كانش يعني الغرض منه تغيير القناعات بقدر ما كان إطلاع الناس على بعض الحقائق اللي كانت موجودة، شهادة للتاريخ، هي كانت بالضبط كده، فهو شهادة للتاريخ ليس أكتر، وعمل فني أنا في رأيي وطني ومهم جدا. شفتي إنه الفيدباك تبعه مش بالعدد المشاهدة ولكن بأثر المشاهدة كبير؟ أثر المشاهدة كبير، وصحح مفاهيم كثيرة، وخاصة لجيل اللي كانوا أطفال وقت الثورة. طبعا يعني أنا بسأل السؤال لأن أنت بتحكي الفن والثقافة ليست الثقافة ليست فقط أداة وفنون طبعا، وإنما أسلوب حياة، هذا اللي بقصده. إذا طبعاً الثقافة لم تؤثر، لم تغير نمط تفكير، لن يكون هناك شيء مؤثر. طبعا طبعا. شو الملفات، أكثر الملفات اللي الملحة عليك اليوم في مصر؟ ومصر بهمنا الشأن المصري دائما. طبعا يعني يمكن أنا كنت يعني قبل ما أجي البرنامج هنا كان عندي لقاء مع معالي الوزيرة هيفاء النجار طبعاً، وتحدثنا كثيرا في بعض المشروعات الثقافية المشتركة. الصناعات الثقافية هو ملف مهم جدا يعني، وكان هناك يعني اقتراح بإنشاء صندوق عربي للتنمية الثقافية. إحنا لدينا مخزون وإرث ثقافي كبير جدا في الدول العربية، بعض العناصر مشتركة، بنعمل في مصر جاهدين من خلال لجنة التراث على تسجيل العناصر التراثية في اليونسكو، ومعني بالتحديد التراث اللامادي. نعم، التراث اللامادي مهدد بالاندثار، وإذا لم يتم تسجيله والعمل على إحيائه وحفظه الآن فإحنا يعني أمام مشكلة كبيرة جدا. هذه الهموم مشتركة بين مصر والعديد من الدول العربية إن لم يكن كلها، مع الاحتفاظ بخصوصية كل دولة. يعني إحنا بنشتغل دلوقتي في وزارة الثقافة من خلال لجنة التراث على تسجيل عناصر التراث اللامادي في اليونسكو في الملفات المشتركة. نعم، قبل كده سبق تسجيل مجموعة من العناصر زي النخلة مثلا، كانت مجموعة كبيرة من الدول العربية مشاركة في تسجيل هذا العنصر. بنعمل الآن على تحضير ملف للطرق على النحاس والمعادن بشكل عام، وهي طبعا يعني مهنة موجودة في أغلب الدول العربية ومهنة من مهن التراث القديمة جدا. ملف التراث مهم، ملف التنمية الثقافية وربطها بالتنمية المجتمعية مهم جدا. يعني العمل الأهلي في المجال الثقافي ده ملف في غاية الخطورة لأنه بيساهم في التنمية المجتمعية. نعم، أهم يعني ما يلفت الانتباه في الموضوع الثقافي الفني تحديدا المصري، أنه في كل الدول العربية لقمة العيش تسبق أي شيء، ربما حتى تصبح موضوع الدراما والسينما آخر الأولويات إذا أصلاً كان أولويات، إلا بمصر بيكون صعب حتى يكمل يومه وبحرص أنه يروح السينما، بحرص أنه يتابع مسرحية. هذا الشيء اليوم لسه ما زال المشهد بمصر رغم الظروف الصعبة. والله أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة، يعني بدون تحيز أنا شايفة أن تفاصيل الحياة اليومية للمواطن المصري البسيط مليئة بالفن والتراث الثقافي، من أول سندويتش الفول والطعمية. هي زاد الدراما ما هي هذه بالضبط كده، فهو بيمارس يعني في حياته اليومية العادات والتقاليد والمعتقدات التراثية بشكل متوارث من غير ما يفكر فيها. الفن ليه دور مهم جدا. نعم، احنا شفنا على جدران المعابد راقصات، والراقصات دول كانوا كاهنات في المعبد، وشفنا آلات موسيقية فرعونية وكان بيتم تقديم هذه العروض. استخدامك لموضوع راقصات لا 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 يعني يعني هذا فن طبعاً، فن ليه قيمة كبيرة يعني ومسجل على جدران المعابد ومسجل في التراث الإنساني وموجود في حياتنا اليومية لأنه تحركنا دكتورة. وأنا بحكي لأنه أنا عايش تجربة سواء بمصر أو حتى في الأردن في العالم العربي عموما، بتحركنا في داخل في التقييم لهذا المشهد. إذا كان عندنا نوع من الرفض أو التطرف أو التحريم، اللي بتعرف الناس اللي بحرموا طول الوقت هيك عراسهم بحرموا بحللوا،
دائما حتى بنستخدم بنبطل نستخدم الفعل بالفاعله ولا فعاله بنقول يعني بتبطل راقصه بتصير بالتفعيل رقاصه مش راقص يعني حتى للاساءه فانا بحكي هذا الموضوع لانه جمهوري جمهور مثقف وجمهور يعني كنت سعيد جدا من كم يوم كانت يعني احدى الوزيرات بتحكي لي يعني انتم في نيران صديقه قاعدين بتعملوا خط من الوعي لدى جمهور مهتم ان يدخل هذا الخط. قديش مهم اليوم دكتوره فعلا في العالم العربي انه نبدا نتحرك بهذا الاتجاه مش المواقف المسبقه والقرارات اللي اساسها تحليل وتحريم دون معرفه ودون انا اقول لحضرتك حاجه أرجوك. علينا الاعتراف بالواقع لما بيكون في مناسبه اجتماعيه في اي مجتمع عربي أيوة. ماذا يتم في هذه المناسبه؟ غناء ورقص وولائم طبعا. دي طقوس احتفالية موجودة منذ قديم الأزل في الحضارات كلها وموجودة حتى الآن في العالم كله مش بس في الوطن العربي. ولكن في فرق بين مجتمع متصالح وعارف أن دي من ضمن العادات والتقاليد والموروثات ولا تعيب أي أحد ولا يساء استخدامها ولا يساء استخدامها. دي كانت من ضمن الاحتفالات يعني إحنا جني القطن في مصر زمان أي في المجتمعات الزراعية كان مشهد مسرحي ليه غنائي ليه طقوس وطقوس فنية ومن ضمن الثقافة البيئية وحاجات كتير صيد السمك البحارة لهم لأغاني وإحنا عندنا آلات مخصوصة بالمجتمع بتاع السواحل بالضبط كده وفي طقوس وغناء للصيدين العائدين من الصيد والاحتفالات الزواج مليئة بالطقوس الفنية فده جزء من حياتنا وجزء من تراثنا. نعم بتحكي دائما وكررتيها أكثر مرة أنك بدك تحققي العدالة الثقافية بأي معنى؟ بمعنى سينما الشعب؟ أنا أقول لحضرتك حاجة مشروع سينما الشعب جزء من خطوات تحقيق العدالة الثقافية. أنا ما يكون عندي النهاردة السينما موجودة فقط في المولات التجارية وفي العواصم بالضبط للقادرين إنه تصبح للقادرين إنه طبعا. عشان واحد ياخد أسرته مكونة من 3-4 أنفار عايز له مبلغ معين هو لن يستطيع تدبيره فحتكون النتيجة إن مش هيروحوا يشوفوا سينما مش هيحضروا مسرح مش هيشوفوا عرض مسرحي غنائي. احنا بنعمل مجموعة من المهرجانات الموسيقية كل عام وخاصة في الفترات التي بها أجازات طويلة للمدارس والجامعات. عندنا مهرجان القلعة عندنا مهرجان الإسكندرية كان موجود لغاية يومين فاتوا في قاعة سيد درويش في إسكندرية. عندنا بعض المهرجانات المرتبطة بالمواقع السياحية ومهرجانات المواقع السياحية دي مهمة لأنها تخدم أكتر من ملف. هي بتعمل ثقافة وترويج وبتروج للأماكن السياحية بتعمل تنشيط سياحي فبتحقق أهداف أخرى. لا أنت كنت تحكي الإخراج الثقافي من الأماكن المغلقة إنه لا طبعاً نطلع ده هذا إلى جانب بقى حاجة مهمة جدا إن إحنا لازم نخرج خارج الغرف المغلقة. يعني إحنا لما بنعمل مهرجانات في الشارع الناس بتحس بيها وبيكون في تفاعل مع المواطن نتيجته بتبان في وقتها على طول. إحنا عندنا مهرجان سنوي بيقام على مدار 17 سنة اسمه مهرجان الطبول التراثية. نعم. هذا المهرجان طبعا. بيقام في مسارح مكشوفة في الشوارع في المناطق الأثرية والمناطق الشعبية وبيحضروا ألافات بشكل يومي. الناس أصبح عندها في أجندتها في هذه الفترة مهرجان الطبول ونفس الحكاية مهرجان سماع للموسيقى الروحية مهرجان القلعة للموسيقى وإحنا يعني بصدد الإعداد لي بعد العودة نعم. إن شاء الله من جرش. فالمهرجانات الشعبية مهمة جدا لأنها بتمس المواطن البسيط اللي ماشي في الشارع ما يقدرش يدخل مسرح يخشى من دخول مسرح زي مسرح الأوبرا طبعا. لأنه مكان بخوفه ليست ثقافته فإحنا وبإحساسه بأنه لا ينتمي لهذا المكان أصلاً بالضبط كده. فإحنا بنخرج بهذه الفنون إلى المواطن البسيط في الشارع. هذا العام إن شاء الله مهرجان الموسيقى العربية سينتقل إلى المحافظات في قصور الثقافة نعم. التي بها مسارح مجهزة عشان ما يبقاش المواطن اللي خارج العاصمة بمعزل عن ما يقام في العاصمة من احتفالات موسيقية. نعم ونحن نسأل مع الوزيرة حول مصطلح القوى الناعمة خطر ببالي
هو هذا المصطلح من يعرفه إلى من وصل من كثر ما يستخدم اليوم في وسائل الإعلام؟ سألنا الناس في الشارع ماذا يعني مصطلح القوى الناعمة برأيك؟ كانت هذه الآراء. مصطلح القوى الناعمة تعرف شو يعني؟ مصطلح القوى الناعمة لا شو هي؟ أنا لا أرى أنه هناك في قوى ناعمة مؤثرة في المجتمع. مصطلح القوى الناعمة سمعت فيه؟ لا أبدا لا صدقا لا عمري سمعت فيه. والله الصراحة أول مرة بسمع فيه يعني هذا المصطلح فيه. ما عندي فكرة والله أنه مصر بالنسبة للفنانين العرب كنت دائما بكرر هذا الموضوع، كان عندي منذر رياحنا ومجموعة من الفنانين الأردنيين صحيح اللي عاشوا بمصر، إنه لما تدخل مصر بعد أسبوع بتبطل تحس إنك مش مصري. هذا الإحساس بعرفه من كل الفنانين أصحابنا اللي غير مصريين، إلا إنه تصريح إليك بتقولي المهرجانات التي تقام بغير المصريين ليس لها وجود، هذا على خلفية خلافك مع رئيس مدير مهرجان الموسيقى موسيقائي يعني المصرية هاني فرحات. أنا لم أختلف معه في شيء على فكرة، وهي إشارة لموضوع لا لا, لا 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 هذا ليس خلاف ولكن تصحيح لبعض التصريحات. أوكي. لأن يعني هاني فرحات أنا بعتبره قبل أي شيء زميل، لأن إحنا كلنا خريجين أكاديمية الفنون وهو زميل عزيز وأنا أثق فيه كثيرا لأنه هو موهوب ويدير باقتدار المهرجانات الموسيقية، والاستعانة به في مهرجان الموسيقى العربية يعني كان للاستفادة من هذه الموهبة والخبرة. هذا التصريح صدر لأن كان هناك تصريح تم ترجمته بشكل خاطئ وفي تصيد في التصريحات. نعم. هذا بيناقض أصلا روح الدولة المصرية تجاه بالضبط كده. مهرجان الموسيقى العربية من أول يوم اسمه مهرجان الموسيقى العربية وليس مهرجان الموسيقى المصرية. بالضبط كده. فالتصريح أخذ منه وتم تحويره، ويعني ده اللي خلاني صححت الـ يعني المعلومة بالنسبة نعم. لبعض الصحفيين، لأن تم تعديل أو صياغة الحوار بتاعه على أن مهرجان الموسيقى العربية لن يكون بفنانين مصريين هذا العام، وهذا ليس صحيح. هو ما قالش كده يعني نعم. هو قال أن هذا المهرجان حيكون للفنانين العرب في وجود، وهو ما يحدث منذ أن بدأ المهرجان على فكرة هو ليس يعني ليس بجديد، مش بالحصر يعني ليس بجديد نعم. بالضبط كده. فطبعا تم يعني تم تأويل الحوار بشكل نعم. في تصايد إلى حد كبير، ويعني كان لازم تصحيح هذه المعلومات. بس كنت بتشتغلي لفترة بصندوق التنمية الثقافية، عملتي بهذا الإطار بالأردن صندوق التنمية الثقافية، في كل دولة في العالم العربي بجوز في صندوق اسمه صندوق دعم الثقافة، لم تنجح التجربة بشكل كبير في الأردن. بتمنى إن شاء الله ست هيفا تشتغل على هذا الموضوع. بمصر في دعم بالوضع الاقتصادي يعني طبعا. ولا مثلا لما يكونوا محتاجين مبلغ لتغطية حاجة معينة بيقولوا قصوا من ميزانية صندوق الدعم. لا، صندوق التنمية الثقافية في مصر ليس بنكا، ولكن هو معني برعاية ودعم طبعًا. المشروعات الفنية والثقافية، بس ممول من الدولة، ممول من الدولة طبعا. ويتلقى المنح من الهيئات الدولية تحت إشراف الدولة، وده مهم جدا نعم. احنا بنعمل مع اليونسكو، بنعمل مع الاتحاد الأوروبي في بعض المشروعات الخاصة بالتراث الثقافي. صندوق التنمية الثقافية في مصر بالتحديد أنا أتحدث عنه لأن أنا عملت في حوالي 16 سنة منذ أن تم إنشاؤه إلى أن توليت رئاسته في 2016. هي كانت وما زالت الحقيقة من أنجح التجارب لإدارة العمل الثقافي في وزارة الثقافة. بيديروا مجموعة قليلة من الموظفين، معني بدعم وتنمية المشروعات الفنية والثقافية في كافة المجالات الفنية في وزارة الثقافة، وبيعمل مع الوزارات الأخرى، وبيتبنى أحيانا بعض المشروعات الجادة للفنانين الشبان. في الأردن ما زلنا نناقش قانون جديد اسمه قانون الجرائم الإلكترونية. أنت أحد ضحايا في مصر، ضحايا الجرائم. أنا لست ضحية. مش الجرائم. لا لا لا. شوف كلنا ضحايا بالمعنى إذا أردنا، بلاش ضحايا، بنزعل من كلمة ضحايا. هل نحن كنا عرضة اللي بيشتغلوا بالعمل العام
عرضة لاغتيال دائم بالسوشيال ميديا تحت إمرة هذه حرية التعبير والنقد وانتقاد. على فكرة كل الناس معرضة لده، وليس فقط العاملين في الدولة أو المعروفين في أو المناصب أو العمل العام أو حتى الفنانين. ما يعني إحنا شفنا ضجة كبيرة جدا حصلت في مصر على سيدة كانت ترقص في فرح صديقتها طبعا. حد صور هذا الرقص ونزله على السوشيال ميديا وحصل لي طبعا تداعيات محزنة جدا، لكن في النهاية ده سوء استخدام للسوشيال ميديا، سواء كان بقى لشخصية عامة أو شخصية غير معروفة، هو سوء استخدام. هو سوء استخدام طبعاً، ولا الكهرباء مش واصلة الدماغ. يعني في وزيرة أردنية أيضا في فرح شقيقة إلها أختها يعني شو ممكن تلبس سيدة بفرح إلا سوري أو بس بكف. يعني بص حضرتك، هو العمل العام بيفرض بعض القيود الحقيقة. لا بس قيود في بيوتنا ما بتضبطش إلا إنما إن حد يصور حد في بيته يسيء لا لا لا، هذه إساءة، ويعني أكيد ليها في القانون، يعني ليها جزاء كبير في القانون. يعني كتبتي رسائل الرقص، رسائل الدراما. في رسائل الرقص وسائل الرقص ورسائل الدراما. وسائل الرقص ورسائل الدراما. في رسائل الرقص طبعا هذا يعني يعتبر ثالث كتاب وليس الأول. في الرقص في عصر النهضة، في الرقص في عصر النهضة، وكان هذا موضوع رسالة الماجستير بتاعتي. تم صياغتها وتحويلها إلى كتاب وإصدار المجلس الأعلى للثقافة. وهي الحقيقة يعني كانت فكرة مهمة، لأن إحنا لدينا نقص شديد في الكتابات لهذا الفن في مصر، وأغلب القائمين على فن الباليه منشغلين بالأداء الحركي والأداء العملي للفن. وأنا يعني يمكن جزء من شخصيتي، أنا يعني اكتشفت أن أنا أهوى الكتابة من وأنا طفلة من غير ما أخد بالي أو بشكل تلقائي. يعني ودراسة الماجستير والدكتوراه كان لازم نعمل أبحاث ودراسات منشورة، يعني أظهرت هذه النزعة اللي موجودة منذ الطفولة وأنا ما كنتش مدركها قوي. نعم. وسائل الرقص ورسائل الدراما مبني على فكرة ربط الدراما بالرقص طول الوقت. فن الباليه من ضمن تعريفاته دراما حركية راقصة، يعني بنعبر عن الدراما بالرقص وليس باللغة. هي الفرق بينها وبين المسرح اللغة، هي حوار حركي حوار حركي بالحوار بيتحول إلى حركة بينظمه الموسيقى المصاحبة لي بمنتهى البساطة. فهناك دائما رسالة درامية وراء كل عمل أو عرض باليه يقدم على المسرح. بدليل ان احنا عندنا اعمال لشكسبير تحولت الى عروض باليه، اتعملت مسرح واتعملت سينما وثم انعملت واتعملت عروض باليه كمان. فاحنا هنا امام رساله في الدراما بيقدمها عرض الباليه. فدي كانت مجموعه من العروض تم تقديمها وتحليل هذه العروض وتقديمها بمفاهيم بسيطه عشان القارئ المثقف العادي وليس المتخصص يقدر يقرب شوية من هذا الفن. نعم. يعني قبل ما أشكرك في سؤال خاطر ببالي، أنه الرئيس السيسي زي أي مواطن مصري بالمناسبة هو جزء من الناس اللي بيهتموا بالسينما بالفن، لأنه هو إحنا معجونين مصر عارفين يعني. ومن حسن حظكم أنه الرئيس بيهتم بالفن بشكل كبير طبعا. حتى أنه سمح أن يلعب دور شخصيته في طبعا. عمل من الأعمال الدرامية طبعا. يعني إذا بأول لقاء عندما كلفتي بالحقيبة، أكيد في تصور، أكيد هو عنده تصور فيما يتعلق بالثقافة اليوم. وهو لما نحكي عن الثقافة بنرجع لكل قصة التطرف وقصة الرفض الآخر، يعني شو الإطار العام يعني فخامة الرئيس مهتم كثيرا بمواجهة الفكر المتطرف وبناء الوعي، وبناء الوعي من أهداف رؤية مصر 2030، وفي متابعة الحقيقة للأداء الثقافي طول الوقت. ويعني وزارة الثقافة تتلقى كل الدعم يعني من كافة أجهزة الدولة الحقيقة، يعني ف
فطبعا هذا يحملني المسؤولية أكثر، مسؤولية أكبر طبعا. يعني إن شاء الله إن شاء الله نقدر نقوم بكل الجهد لتنمية الوعي وبناء الإنسان في الدولة المصرية إن شاء الله. شو في أحلام لسه لم تتحقق؟ كتير يعني. يعني ما هو الانتقال من نقطة إلى نقطة. طبعا طبعا، يعني أي الأحلام لا تتوقف الحقيقة، وجزء من شخصية الفنان إنه بيحلم طول الوقت، ولكن هنا لازم تكون الأحلام زي ما يكون في حلم، لازم يكون في تفكير كيفية تطبيق هذا الحلم عشان يبقى واقع. فهو ده التحدي الحقيقة، التحدي في تنفيذ هذه الأحلام. يعني هذا على المستوى الشخصي، الحلم على صعيد كونك وزير الثقافة والملفات على يعني مستوى الوزارة طبعا. يعني أنا أتمنى أن يعني ملف السينما المصرية يتحرك ويتحرك بسرعة، ويعني إحنا في الوزارة بنعمل جاهدين على حل مشاكل الملف الخاص بصناعة السينما في مصر، لأنه هو ليه بعض العوائق، ويعني ده الحقيقة يعني فخامة الرئيسي وليه اهتمام كبير جدا، وإحنا بصدد إنشاء قطاع خاص بالسينما في وزارة الثقافة، وتم إنشاء الشركة التابعة لإدارة الأصول السينمائية، وهي شركة تتبع الشركة القابضة للصناعات الثقافية، وملف السينما مطروح بقوة وبيلقى كل الدعم الحقيقة. اخيرا، انطباعك بزيارتك للاردن، شو الملفت؟ شو اكثر شيء لفت انتباهك؟ انا يعني لم اشعر بالغربه منذ اللحظه الاولى، مش بقى بعد اسبوع. لا لا خالص. يعني لا، ما هي هاي الست هيفا بتدوب الحجر الحقيقه. يعني الحقيقه بتدوب الغربه منذ ان التقينا للمره الاولى في القاهره، وانا اشعر ان انا اعرفها منذ زمن طويل، ويعني وهي يعني شخصية يعني على درجة عالية جدا من الثقافة والوعي يعني في طبعا حميمية إنسانية كده رائعة جدا. على مستوى الأكل الأردني، الأكل الأكل يعني جربتيه ولا؟ طبعا طبعا، المنسف والمقلوبة دخلتي على الخط. طبعا طبعا طبعا، يعني وده جزء من الثقافة بالمناسبة. طبعا يعني طبعا. لا لا، يعني يعني الحقيقة بلد في سلام إنساني كبير جدا الواحد بيشعر بيه وهو موجود هنا، وده يعني الحقيقة يعني شعور نادرا ما أشعر به في السفر. شرفتينا مع الوزيرة. شكرا، شكرا لحضرتك. شكرا الدكتورة نيفين كيلاني وزير الثقافة المصرية، شكرا لك، نورتي عمان. شكرا، منورة بأهلها. شكرا جزيلا. وأيضا كما تعودنا هنا نشير إلى جامعة ابن سينا للعلوم الطبية، الجهد، الرؤية والتجربة الجديدة التي تدخل بقوة. صحيح، تدخل بقوة لأنها تلامس أحلام الناس في الالتحاق بجامعات طبية وبكليات طبية، ولكن على مستوى علمي وأكاديمي عالي المستوى، على مستوى تطبيقي وعملي من أعلى وأرفع المستويات، كونه يرتبط باتفاقيات شراكة مع كبرى الجامعات العالمية، جامعة جورج واشنطن وجامعة غلاسكو، واتفاقيات عديدة مع جامعات عالمية. ثم أيضا هنا في طريق المطار، دون السفر ودون الملايين ودون الألفات، ثم على أيدي أساتذة من أكثر من مكان في العالم، ومنهم طبعا من جورج واشنطن. جامعة ابن سينا للعلوم الطبية في هذا التقرير. مع التقدم الحاصل في العديد من جوانب الحياة والذي انعكس في التعليم الطبي والخدمات الصحية، تم إنشاء جامعة ابن سينا للعلوم الطبية لتوفر نوعية تعليم طبي ومواكبة للتطورات الحديثة، وبدعم أكاديمي من جامعة جورج واشنطن كبرى الجامعات الأمريكية. وفرت الجامعة قاعات للمحاضرات والندوات مجهزة وفق أعلى المعايير الفنية في العالم، ومختبرات للتشريح وعلم الأنسجة وعلم الأمراض شبيهة بتلك الموجودة في أكبر الجامعات. توفر الجامعة أيضاً مختبرات بحثية يمكن للطلاب المشاركين في البحث مع أعضاء هيئة التدريس استخدامها. بالإضافة إلى أنه تم تصميم قاعات المحاضرات بطريقة حديثة ومزودة بوسائط متعددة تفاعلية. وقد شهدت الجامعة انعقاد أول دورة عملية لزراعة المفاصل بحضور كوكبة من الأساتذة الدوليين
وأكثر من 40 طبيب من الأردن والعالم العربي، ورئيس الجمعية العالمية لجراحة الكسور والمفاصل أشاد بالمستوى الرفيع الذي تقدمه الجامعة من تجهيزات ومختبرات تضاهي المستوى العالمي. وتم الحرص على أن يكون عدد الطلاب في الدروس العملية والنظرية ضمن الشروط التي وضعتها هيئة الاعتماد ومماثلة لما يتم في الجامعات العالمية. تعمل الجامعة حالياً على توسيع شراكاتها مع جامعات عربية وأجنبية مرموقة، وتعاقدت الجامعة مع أعضاء هيئة التدريس مشهود بكفاءاتهم من الأردن والخارج، وسيعطي هؤلاء الأساتذة كل وقتهم للتدريس والنصح والإرشاد، بما يضمن خريجاً متسلحاً بعلم حديث وسلوك قويم ومهارات تواصل ليعكس صورة مشرفة عن مهنة الطب والجامعة والأردن. وجاء اسم الجامعة جامعة ابن سينا للعلوم الطبية ليعكس ألق الماضي وتطلعاً لمستقبل مزدهر. وشكراً لكم جمهورنا الحبيب أيضاً للمتابعة، وكما تعودنا دائماً نوجه رسالة الشكر وتقدير لشركائنا الداعمين لنا ولرسالتنا في برنامج نيران صديقة. الأسواق الحرة الأردنية، وهنا أحيي الأسواق الحرة الأردنية وأحيي التجربة وأحيي النجاح وما تحقق في أول مجمع تجاري مول النافورة، المجمع التجاري الفونتن في العقبة في وسط مدينة العقبة، والذي يشكل أول امبارح زاره رئيس مجلس مفوضية العقبة السيد نايف الفايز، وتابع أولا فرص العمل لأبناء العقبة، تابع الأسعار المنافسة مع أسعار عمان وأسعار المدن، تابع قضايا أخرى عديدة. ولكن تجد صحيح أنه هذا صرح سياحي تسويقي وتسوقي وأسري وعائلي واقتصادي واستثماري غاية في الجمال. فمبروك لأسواق الحرة النافورة. جو بيترول، شكرا لكم لهذا الجهد الذي تحملون به الإنتاج الأردني إلى العالم. 100 جودن، الريادة والفكر والتطبيق ودائما الأفكار الجميلة، وأدمرال ماركتس الاسم المال العالمي. شكرا لكم، بشوفكم بإذن الله الأربعاء القادم في حلقة جديدة من نيران صديقة. أنا هان البدري أحييكم، إلى اللقاء.